النهارده هكون حفيد الجده وههتم بيها وحراها يا جماعه، لان زي ما انتم شايفين هي تعبانه وزهقانه ومخنوقه. فده كده يا جدعان ما تعملوا بقى لايك، ولو انت لسه جديد معانا في قناه الزرب الاحمر تحت دوسوا عليه بصراحه ولونه رصاصي عشان تعرفونا تشتركوا معانا في القناه. نفسي يا جدعان انا عرف ده تحدي كسهل ولا ايه؟ تقريبا يا جدعان الجده بطنها مغصه ما شاء الله مكثفه. ايه ده يا جدعان ده؟ شيل يا عم العرف انا وريح الحرب ورفه دي جايه منين؟ معلش يا جماعه نستحمل برضو ان نشيل البتاع دي. استني بقى يا جدجود احط لك انا سندوتش. حط يا عم ده ده كمان. المفروض نهتم يا جماعه بالاكل بتاعه. اوه ندوس على الجده ناخد كاشات. استني يا جدجود بقى عايزين كاش، انت جعانه وجوعانه وانا بيني منك. استني يا ما تجريش بقى، استني بقى حفيدك هيقعد يجري وراكي. ايوه يلا 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 استني يا جد جوده. يا جد جوده هو كل خمس ثواني ولا ايه؟ عندها اسهال يا جماعه. خلاص استني بس عارف اتفسحنا يا جماعه، لازم نعمل اوردر بسرعه يا جماعه، الجده جوعانه. جيب الاكل اتفضل يا جد جوده، الاكل جاهز اهو طازه ولسه جاي من بطنك. يلا اوعى يا جد جوده عن اذنك بس. كل 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 اوه اكلت. شيل شيل شيل، عايز اجيب حاجه يا جماعه تسرعنا نشيل الحاجات اللي متعبه دي. انا بصراحه بتقلب المنطقه وبتقلب المكان اللي انا قاعد فيه، تحس ريحه الاوضه مش طبيعيه، صعبه جدا. يلا نعمل طلب تاني، خلينا نشوف طيب الحاجات قدامنا. ممكن نجيب جد ده ولا ايه؟ وممكن نجيب حفاظات يا جماعه، دي اهم حاجه. استني بس يا جدجوده، يعني انت لوحدك اللي هتعملي ولا ايه؟ ما احنا نعمل سكواد. استني يا استني يا جد استنى اشوف بس الاول دي ايه. يا على القرف بقى. I'd buy that for a dollar. جبت واحد يا جماعه. ايه ده؟ اوكي شيل 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 شيل، مش مشكله بس استنى يا جدجوده نجمع بس شويه كاشات. مين الكابتن ده؟ باشا انت مين يا ابني؟ انت جاي تريح هنا ولا ايه؟ تقريبا يا جماعه خلينا ننضف الحاجه عشان مش هينفع الجده تعمل في مكان تاني تبقى الريحه صعبه يا جماعه، لازم ننضف مطرحها. معلش شير شير شير. ايوه المفروض تتكلم بقى مع الراجل اللي هناك ده. اوعى تعملي تاني يا جدجود. حرام عليك يا جد. ارحمينا بقى شويه. والله بهدلتنا يا جماعه. طب انا ايه في الموضوع ده؟ وجع القلب ده يا جد، كل خمس ثواني تعملي عايزين يا جماعه حاجه تسرعها. والله حوار الجده بدات تجوع. انت تعملي بقى اجيلك اسهال وتيجي تقرفيني انا؟ انت غريبه يا جماعه. كمل كمل كمل. استني بقى عشان ايه؟ هجمع شويه كمان. ماشي عمال ادور على الاكل يا جماعه 45، خلينا نجوعها شويه يا جماعه. يب هتفترس الاكل بعد كده عشان تبطل تعمل اسهال. كمل. جمعنا كام؟ جمعنا حوالي 200 كاش. يلا 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 جمع جمع. استنى يا جدجوده اوعى تتحركي. ايوه ايه ده؟ مين اللي بيستهبل؟ استنى يا جرع، مين اللي بيستهبل بره؟ I'd buy that for a dollar. اتفضل يا جده الاكل يا جده. كل 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 حط 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 الاكل، حط الاكل حبيبي. مين كان بيخبط؟ اعوذ بالله مين ده؟ ده مين ده يا جماعه؟ ابيع ايه يا ابني؟ واو يا عم كمان مان يس. مين ده؟ والله ما عارف يا جماعه ده كان مثبتني. لا يا جد بقى ارحمينا بقى، الرزق بتاعك ده يا ريت المكان. وجع القلب. ومين ده يا جماعه؟ ده مستر ميت ده ولا ايه؟ شخص غريب جاي يستقبل عند بيتنا، لازم ابيع بالعافيه. والله ما عارف انا بعت ايه ولا اشتريت. ماشي نضفنا الحاجه. تعالى يا جدجوده خليكي بقى هنا كده ريحي شويه. ايوه نعمل لها كمين يا جماعه. يلا 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 يلا, 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 يلا. الحمد لله لسه مش جعانه قوي رغم ان الاكل بدا يزيد. كام؟ 50 يا جماعه كتير. عايزين بقى نشوف تطوير، نجيب التلفزيون الاخير ده يبدا يقعد يتفرج عليه شويه. جمع 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 شويه كاش. بس معانا 300 وشويه، خلينا نشوف. تلفزيون غالي. طب استنى خلينا نشوف نقدر نجيب ايه. يلوي على الكمبيوتر ايه السعر ده؟ مش مصدق نفسي يا جماعه. 50 مستحيل. 500. استني بقى نكثف شويه. انت جوعتي ولا حرام عليك يا جد؟ ارحمينا يا جد ارحميني يا جد جوده. خلينا طب نجمع 400 يا جماعه، بس يا رب ما حد ما يخبط تبقى مصيبه. مش ناقصين احنا مجرد ما ننضف الحاجه الاكل بينقص بتاعك كده ليه؟ والله بينقص بطريقه مش بشعه. جمعنا 400. شيل بس بتاع دي بسرعه، اهم حاجه يا جماعه جدا ما نسيبهاش جعانه. شيل بس السجوقيه دي على السريع، بعد كده نبدا نخش سريعا نعمل الطلبيه ونجيب لها احلى اوردر في العالم. يلا
treat for nuggets. ماشي يا جدجودة، شدي حيلك يا جدجودة. I'd buy that for a dollar. استني بقى نجمع شوية منك حبة حلوين. يلا 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 تجيبي همك. انا مش عايز اتحرك يا جماعه عشان اقدر قد ما اقدر اخد ايه كميه محترمه من الكاشات. انت تستهبل انا هستهبل. يلا يلا نوصل على الاقل الكام. استنى يا جدجوده الاكل والله. ها المام المام يا جدجوده تعالي كلي تعالي كلي ما تستهبليش. هي رجعت تاني ليه؟ قلت لها تاخد وقتها بعد كده تمشي تاني. ارجوك يا شد روح الاكل. ايوه ايوه كانت متغذت الحمد لله يا جماعه. وصلنا للهدف بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو ال 500. بس مبروك جبت تلفزيون. I'd buy that for a dollar. اشتريت تلفزيون. هيفتح ايه بقى؟ غريبة. يلا 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 التلفزيون خربان يا جدجودة. خلينا نجمع شوية الكاش كمان. جمعنا يا جماعة حق الأكل بتاعها. يلا 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 عشان نحسب محتاجين شوية تطويرات. بعد كده نجيب ايه؟ ممكن نجيب حفاظ ليها. صح والله. تريحينا يا جدة ولا انت ايه رايك؟ بتشاركينا رايك ولا انت مالكيش حاجه مكبره دماغك انت؟ ها كمل كمل كمل. ايوه خلينا نغذيها يا جماعه. ناخد قد ما نقدر ايه كميه كاش محترم منها كده. المفروض دخلنا على 200. بس تعالي 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 براحتك حقك يا جدة. يلا جمعنا 200. يلا والله بدينا يا جماعه مبلغ صغير على القرف اللي احنا بنشيله ده. المفروض يدينا 100 ولا 200 ولا 500. استنى يا جدة انت بتزقنا عليها مقرفة. اوكي نجمع كاش يقف كده على جنب يا جماعة. يا ريت بس تقف اكتر. يلا يلا فلتت والله. كنت لسه هجمع بس يلا. ماشي ماشي ماشي. بلدت جوا ها. حرام عليكي. الرحمة حلوة يا جدة. هنطير 50 على الفاضي والله. ده احنا ما صدقنا بس نجمع 300 معاك. عايزين نجمع 350 بعد كده نبدأ نحط لها أكل يا جماعة. خسارة فيها الأكل دلوقتي. يعني نشد حنا شاشن بس إيه المرحلة الجاية تبقى مرحلة مش سهلة. ايوه الشمس بدات تطلع يا مسح. كي وصلنا لكام؟ 350. يلا بسرعه 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 اعمل لك احلى اوردر لعيونك يا جدجوده. اه التلفزيون جبنا والله حاجات كويسه. نقدر نسيف ايه؟ اه ممكن نجيب خدامه والله حلوه يا جماعه. I'd buy that for a dollar. ده راجع على القلب. استنى استنى جده خد 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 كل 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 والله نجيب خدامه يا جماعه تساعدنا. انا بصراحه بيني منكم مضغوط ضغطه وحشه في المكان. واهم حاجة نجيب لها الحفاظ عشان عرفتني بصراحة. استنى يا جدة بتقول اه اتفرج على التلفزيون ايه رأيك؟ لسه اهو لسه هنجيب الدش. استنى يا جدة الولد قاعد متحمس اهو. انت ما تستقبليش بقى انت كمان. يلا جمعنا 400. خليني متشعبط هنا والله. فكرة استراتيجية يا جماعة. خذيني وفسحيني معاكي. بس جدة ما تمشيش بقى لوحدك يا جدة. احسن حد يعمل معاكي حاجة ولا يخطفك يا جدة. انا قاعد برعاكي هنا بتطال استقبال. حلو جمعنا يا جماعه 500. في عليا يا جد حرام عليكي. تصدقي خساره اللي انا جيت وقفت وفضلت اعمل هنا معاكي عشان اقدر اجمع بس شويه كاشات تعملهم عليا. يلا جمعنا كام؟ 500 يا جماعه 550. شيل شيل بدات تجوع دي مشكله. تيجي يا جد بقى ما ينفعش ادوس عليها من هنا. حرام عليكي ما تقربي شويه. انت شوف ايه بتعملي ايه يا جدع؟ غريبة يا جماعة والله محشورة هناك. طب مش معنى اتحشرت دلوقتي؟ انا كنت بتحرق عليك. تعالي 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 ارجوك ما تمشيش ارجوك ما تمشيش. اسهل اسهل تاني. لا ايوه الحمد لله اسهل. خط اخضر لازم نجيب لها الحفاظ يا جماعة. والله تعبت تعبت والريحة صعبة بصراحة مبهدلة البيت. ماشي جدا يعني ما تقفرش قوي كده. خلينا نجيب بس الحفاظ وحق الاكل. هاتي بقى نجيب 650. خلي عندك دم بقى يا جدجود. روح 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 نعمل الاوردر. جاهزين يا جماعه؟ يلا نعمل الاوردر. I'd buy that. I'd buy that for a dollar. جبنا الحفاظ. ايه جبنا الحفاظ للجده. يلا كلي وتغذي. ايه مخصمه الاكل ولا ايه؟ مخصمك. استني بس يا جده بتخصمينا ليه؟ كل بطل استقبال. تمام حطينا الاكل يا جماعه. جمعنا حوالي 50 كاش. حاطين لك الحفاظ يا جدجوده. حرام عليكي بقى ما تعمليش في الارضيه ارجوكي. والله حفاظ للجده يا جماعه. يا جدة حرام عليك يا جدة. وفي ايه؟ الحفاظ مش مانع عينك برضه دماغها ناشفة بتعمل مكان هنا غريب. عايزين نشيل البتاع ده يا جماعة. ينفع ينفع يرضي يرضي مين ده يا جدة؟ روح خد الحفاظ بتاعك ما ينفعش استخدمه هو مجرد بس منظر. خلينا بس انضف وجع القلب اللي هنا. هي هتاخد لفتها وجولتها هتجيلي تاني. تعالي ايوه تعالي شوية. طيب تعالي شوية في سجق هنا يستاهل بقك يا جدة. بس ارجوك يقف ارجوك.
طب ثواني يا جماعه، الخطوه هنجيب تقريبا 1500، بصراحه رقم كبير. هل بقى الخدامه هتقوم بالدور؟ وراحت عند الحفاظ، ارجوك خدي واحد يا ريت والله تريحينا، بلد تجوع يا جماعه. يا مالا في ايه؟ حفاظ حمسها ولا ايه؟ تقريبا بتستكشف معاكم. روحي روحي روحي، هنيجي ناخد لبسته صح؟ لبستيه ولا لا؟ ما تلبسيها جدا بقى، خلي عندك ضمير شويه. ممكن يا جماعه الخدامه اللي نجيبها فعلا تستخدمه وتساعدك جدا لها تلبسه؟ والله يا ريت تبقى ريحتنا كتير 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 كتير، بدل ما انا عمال اجري والف حوالين نفسي. دلوقتي جينا لمرحله الاكل، عايزين نجيب لها حاجه ب50. حاضر يا جده، هوصلها بس 30 بس. ايه خليها كده، ايه هفتنى على الاكل بحيث لما اجي احط الاكل تمسحه بقى، ما تقوليش حط لي غيره وتقعد تستهبل كده. جمعنا 400، هنطير 50. يختي استنى يا عم، I'd buy that for a dollar. ارجوك اصبر، حط بس الحاجه، لازم افتح الباب. مين اللي بيستعبط يا عم؟ انت كمان ارحمنا يا عم. يا عم انا مش عايز ابيع، مش عايز ابيع يا عم. انا همشي معاك. طب انا مش عايز، طب انا عايز. الهبل ده يا جماعه، ايه فيلم الرعب ده؟ الراجل ده مين ده وعايز ايه؟ مش فاهم. ما تقول لنا يا جده والله تبعت لنا مصايب علينا. اوه ها، خط احمر هنا، ممنوع ممنوع الاقتراب او الاف. ما تستعمليش يا جده، ارجوك يا جده والله. انت غضبانه من مين يا جده؟ انا والله ما عملت لك حاجه، انا بحاول اساعدك بس عشان ما تعرفناش هنا. اوكي جمعنا يا جماعه منها حوالي تقريبا 500. استني 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 استني، ايوه شوف المنظر يا جدوده، شايف العاصفه؟ استني بس يا جده، ما تتفرجي بقى، لازم تحط بصمتها يا جماعه. ماشي يا جدوده، هنفوتها بس المره دي، معلش يا جماعه ست كبيره برضو لازم نستحملها يعني. اقول لك ايه بس كده، المفروض ناقصين 1000 عشان نجيب ال 500 التانيين. اهم حاجه الراجل المجنون ده اللي بيجي لنا كل شويه، ما تلعبش معايا وما تهزرش معايا. يا عم انا جيت جنبك يا عم، انت متلزق ولا ايه؟ الراجل الرخم يا جماعه جالنا تاني. استنى يا جده، الراجل بيخبط، هنعمل ايه دلوقتي؟ فكري معايا. انت على طول جعان، همك على كرشك. هنشوف المجنون ده يا جماعه، اول حاجه نقول له قول له نوبه، كان له يس. استنى بس نشوف له الطلب الاول، مش عارف لو سمحت. روح 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 روح. حاضر يا جده، كلي كلي كلي. مين اللي بيستعبط وريد؟ ايه يا باشا خير، اللهم اجعله خير. يا عم انا مش عايز، يا عم يا عم انا نو يا عم ياس. يلا انجز، ماشي يا اسمع فرحان، يلا الحمد لله خد الشر وراح. استني بقى جدا والله، خلاص قربنا نوصل للشويه بقى. حرام عليك يا مفتريه، شيل بقى دولة لو تقربوا مني شويه يا جماعه. خلاص احنا كده اخيرا هنقدر نجيب حد في البيت يساعدنا، والله هيشيل من عليا كتير، يا ريت بس ما يقعدش يكمبر هو كمان. بس شكرا، خلينا نشوف ايه بيعمل ايه بالظبط. اوكي حلو، هتنضف يا جماعه. طب كتر خيرها والله، اهي نضف اللي فيه بقى لو سمحت، ما تفضلش وقفلنا كده ولا وقفلنا كده. انت يا جدع والله يا جماعه، واقف مكبر ده وريحش يا سلام. جده يا جدعان اتحمست، ارحمينا يا جدوده بقى. يلا المفروض هيهتم بالحاجات دي، وهيهتم كمان بايه؟ باكله. زي الفل، نضف يا باشا، وانا بس عليها لم الكاشات. راح تعمل تاني؟ لا بقت مكثفه يا جماعه. الجده الجامده ارحم الراجل يا جدوده. جعانه انت يا جدع، شوف لها الاكل. المفروض يا جماعه بيقدر يحضر لها الاكل، فاحنا هنشوف لو ما جابلهاش انا هضطر. ايوه يا راجل، ايوه بقى ظبطها، ظبط الجده الحمد لله يا جماعه. كل وتغذي يا جدوده، مالكيش حجه والله، نفعنا كتير كده. انا اشتري دماغي منها بس. والله راجل عامل اهايم بشغل على مستني يا جدو. انت بتفسحيني معاكي ولا ايه؟ وخلاص يا جماعه داخل على 2000، بس في حاجه غريبه باينه من الشباك، عشان كده راجل قاعد بيبص عليها. يا جدوده في حاجه مرعبه في الشباك، ما تروح تبص يا جدوده. راح اتفرج على التلفزيون. طب خلينا اجمع بس منك الايه؟ ال 1900 بقى، كان نطلع نتفرج سوا بالدنيا ايه؟ ما تطلع الصبح. راحت تتفرج يا جماعه اخيرا. اتحركت شويه، حلو كده جمعنا 1900. يا ماما الشجره شكلها غريب كده ليه يا باشا؟ هي مال الشجره مرعبه كده ليه؟ الله شكلها ما يطمنش. يا جد ارحميني يا جد، قاعده بتفسحيني معاكي. اخيرا وصلنا للهدف بتاعنا.
يلا هنطور الكمبيوتر يا جماعه. I'd buy that for a dollar. بالمكان نور يا جماعه. ايه ده اللي جاب الجد هنا؟ ماشي. نقدر نجيب سجاده ونقدر نجيب قطه ونقدر نجيب ايه ده؟ والله نجيب حاجات يا جماعه مجنونه. شوف طب القطه بتعمل ايه؟ بتدوس على الجده اوتوماتيك. هلكتيني يا جده والله، بهدرتني معاها يا جماعه. المهم يا جماعه احنا حبه حلوين، نقدر نجيب اخيرا ال ثواني ده ايه ده؟ بس ده بارقام مجنونه. فين القطه؟ حتى يا جماعه الورق المكسر ده ممكن اخليه يدينا فلوس. والله شكله عيل رخم اساسا. نجيب القطه. I'd buy that for a dollar. يا سلام القطه لازقه فيها زي الغيره. طب زي الفل. ايوه خليكي وراها باشا، ما تدينا شويه كاشات يا باشا. والله مصدر الطرشه يا جماعه. انت يا جماعه عايزين شويه كاش؟ فيش ولا حتى من اي بطيخ. بس القطه والله يا جماعه اللي ماشيه وراها مش سايباها. هنقدر بقى نجيب ايه تاني؟ خلينا نلقي نظره كده في الكمبيوتر. لا لا نقدر نجيب حاجات كمان لمكان الجد الشرير. نقدر نجيب البتاع دي نطلبها مننا؟ ده قرفنا كل شيء يسالني عليها الرخم. بص يا جماعه انا قررت اجيب حاجه للجده برضه، يعني ايه اهتم بيها شويه عشان بصراحه ايه تعبانه من الصبح عماله تلف وتحوم. ممكن نجيب لها السجاره دي ب 2500، فدي بتقدر تنام عليها يا جماعه، ولو نامت تقدر بقى تدينا كاشات اكتر وايه وتدلعنا اكتر واكتر. بس في نفس الوقت هنجيب تطوير بقى ايه للحيطه اللي عندنا هنا عشان بصراحه مش عاجباني قوي. I'd buy that for a dollar. زي الفل. المفروض التطوير ده ايه عشان ايه يمنع الحراره شويه عندنا، فالمكان ما بقاش سخن قوي. يبقى كده ما وصلنا نجيب لها السجاده. بيني وبينكم مش هحرم الجده من حاجه، خلينا نجيب لها بقى ايه السجاده. I'd buy that for a dollar. خش نام يا جدجوده وادعي لنا بقى دعوه حلوه كده. تعالى يا جدجوده نام النن هنا. يا جراني والله جنتيني معاكي. وايه رايكم نغير شكل الحيطه بالمره؟ والله بفكر يا جماعه مش هنخسر حاجه صح؟ I'd buy that for a dollar. ايه ده؟ الله 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 الله، في مكان سري بدا يظهر هنا. عماله تاكل وتتغذى يا جدجوده. يا جماعه مجرد بس ما نجيب السلم هنقدر بقى ايه هنقدر نظبط الكلام. طبعا ظبطت التلفزيون وطورت الكابتن ولسه برضو زي ما هي. خلينا نشوف السلم بكام. سلم تقريبا ب 3000. بعد طول انتظار يا جماعه اخيرا اخيرا جمعنا الكاش بتاع السلم. روح. I'd buy that for a dollar. العاب اوعى تيجي ورايا يا جدجود. نستكشف السر بتاعك. شكلي هنا بقى هنقدر نزرع الحاجه يا جماعه ونقدر نبيعها مين؟ للكابتن. لا والله القصه غريبه عجيبه، بنستكشف حاجات مش طبيعيه وحاجات ريحه مش طبيعيه يا جدعان مع الجده. شكرا جديد مع اس تي يو جيمنج. يلا سلام.